السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم معايا في سفر جديد كما عودتكم دائما. سفر اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا عبر الطريق الوطنيه اللي كتربط بين مدينه قصبه تادلا ومدينه بني ملال، والمسافه ديالها 34 كيلومتر حوالي 40 دقيقه من السياقه في الظروف العاديه. طريق السياقه عبرها ممتعه وفي نفس الوقت مريحه لانها مصلوحه مزيان وفيها مقاطع ثنائيه من الجهتين، غير هي كتعرف حركة سير كثيفة، لهذا وجب السياقة بتأني والالتزام بعلامة التشوير. أتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كيشوف الفيديو أول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد شجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. ولو تسافروا معايا thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.